نقول حاجه مهمه جدا عشان بس الموضوع التقرير. انا كنت عايز اجاوب الاستاذ طلعت وبعد كده نشوف التقرير، ولا نشوف التقرير ونشوف الاستاذ طلعت بقى. كنا النهارده جايبين تقرير، احنا كنا بنتكلم على الزنا والكلام ده كله، فجبنا تقرير قلنا نشوف الزوج اللي بيدور في تليفونات مراته والست اللي بتدور في تليفونات جوزها، لان معظم قضايا الاسره بتيجي عن طريق المواضيع ده، الكلام ده بيخرب البيوت، عايزين نقول للناس ما تدورش. فعملنا تقرير كده نشوف راي الشارع في الكلام ده، ونرجع لكم بعد التقرير مع الزميله ايه عبد الرحمن. يعد التجسس امرا منهيا عنه في القران الكريم، فتجسس الزوج والزوجة على بعضهما البعض والتفتيش الهاتف المحمول من الظواهر المستحدثه التي ظهرت في عالم الهواتف الذكيه تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتفتح تلك الظاهره بابا من ابواب الشك والتربص داخل الاسره، مما يدفع في كثير من الاحيان الى هدمها. في ثقه موجوده، متفقين مع بعض ومرتضين مع بعض، ما فيش تفتيش. دي تفتيش يعني عدم ثقة، يعني فشل في الموضوع نفسه. في حالة لو هو شاكك في مراته من حقه يفتش فيها. بصراحة ربنا شايفاه ان حق الست تفتش والراجل يفتش، ما اكذبش عليكي. واستندت دار الافتاء المصرية في تحذيرها الى قول الله تعالى: ولا تجسسوا، ونهى النبي على ان يخون الرجل اهل بيته، وتبقى الثقة بين الزوجين هي اساس الحياة الزوجية الكريمة. نصيحة يتقوا ربنا في بعض ويعاملوا بعض بامانة ومرضي الله. هو الموضوع بيبقى احترام، الراجل المفروض يحترم الست والست يحترم الراجل. هو الموضوع ثقة مش أكتر، يعني أنا ممكن أبقى مرتبط بواحدة وعارف إن هي كويسة، فمش هبقى ببص وراها أصلا. فتسجيل المكالمات أو التجسس على التليفون أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى جريمة يعاقب عليها القانون، وإن لم يخص ما بين الزوجين من تجسس. ما بين العلاقة الزوجية التي تحمل الاحترام والعلاقة الزوجية المليئة بالشك والتفتيش، يأتي الهاتف المحمول ليكشف الستار عن المشكلات الأسرية وفقدان الثقة، فما أصبحنا في حاجة إلى القانون. آية عبد الحي، هنا القانون، الحدث اليوم. أنا مش عايز في الموضوع ده أعقب عليه كتير ولا أتكلم عليه كتير، أنا عايز أقول إن في بنسبة 70% من المشاكل اللي موجودة حالياً سببها السوشيال ميديا والتليفونات، وان الزوج يبص في تليفون مراته والزوجه تبص في تليفون جوزها والكلام ده كله. يعني انا شايف ان الواحد لما ما يبقى مفيش ثقه بينه وبين مراته ما يعيش معاها افضل، انما مش هنقعد ندور في تليفون بعض ونتجسس على بعض، لان الامور دي بتحصل مشاكل كتير جدا، وممكن تكون مراتك فيه سر بينها وبين واحده صاحبتها مش لازم انت تعرفه. فالامور دي من الامور اللي بتؤدي لانهيار الحياه الاسريه في مصر. بتمنى ان 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 الموضوع ده، لان الظاهره دي اصبحت ظاهره فظيعه، الراجل ينام من هنا الست تجري على التليفون، الست ويجروا، يعني عايز اقول بيمثلوا مع، والست تنام من هنا الراجل يجري على التليفون. الموضوع اصبح فظيع. لا، اللي مش واثق في مراته ما يعيش معاها. وكل واحد مش معنى ان انا، اي حد في الدنيا مهما كان زوج وزوجه ليه خصوصياته على تليفونات، ومش لازم الخصوصيات دي تكون مخله بالشرف، لا لا لا، ده في خصوصيات بتبقى خصوصيات الزوجه بيبقى ليها فيها حق، علاقتها مع صديقه، علاقتها مع بنتها كده، في امور معينه مش لازم يعرفها الزوج. فعايزين نقول بلاش الموضوع ده، لان ده بيؤدي الى انهيار الحياه الزوجيه. عايزين نقول الاستاذ طلعت برضو، عشان قبل ما الوقت يفوتنا كان سألنا بالنسبة للموضوع، احنا اتكلمنا عن حق تحريك دعوة الزنا للزوج والزوجة، وقلنا قال لك فسألني قال لي طب افرض الزوج دخل لقى الزوجة متلبسة بالزنا هي ومن معها، القانون اتكلم عن الموضوع ده صراحة، وإذا وجد الزوج الزوجة متلبسة هي ومن يزني معها وقتلهم هما الاثنين، دي بتبقى جنحة مش جناية، عقوبتها الحبس، وبنسبة 99% القاضي بيديله إيقاف تنفيذي، يعني يعتبر بياخد براءة، لأن القانون مديله الحتة دي. ده راجل بيدافع عن شرفه وعن عرضه، يعني مش الدفاع عن الشرف والعرض ده أمر ما فيش فيه كلام. فأستاذ طلعت، أي والعياذ بالله، أي زوج وجد الزوجة بتزني هي ومن يزني معها وقتلهم، بتبقى عقوبة الحبس والمحاكم، يعني جنحة مش جناية بقى وقضية، لا ده الحبس، والمحكمة دايما بتدي فيها 6 شهور مع إيقاف التنفيذ، يعني يعتبر براءة، لأن القانون إداله الحق ده وملوش عقاب فيها.